بزنس هابي الخاص، عم نشتغل بطاقة إنتاجية 3 طونات يومياً. هلا بالوقت الحالي باعتبار الخلق صارت ترجع، يعني الحمد لله رب العالمين، من تركيا لهون. الخلق اللي ناجحة بتضيع الحركة، كل ما على أحسن من البلد الحمد لله. عم نشتري الطحين ب 150 ليرة سوري، وعم بيع الربطة ب 200 كيلو، ب 200، والحمد لله الأمور ماكن بخير وكويسة الحمد لله رب العالمين. ونطلب من أهلنا يعني جميعاً المغتربين والناجحين يرجعوا على البلد، لأن البلد بدها أهلها وبتعمر بأهلها بإذن الله.